السلام عليكم، معكم عمر حسين من موقع فارماكوجون. النهارده هكلمكم عن اكتر سؤال يعتبر بيتسألني بصورة يومية، وهو مكمل الكرياتين وعلاقته بالصلع الوراثي، وهل لما ناخد كرياتين فانا كده هسرع رتم الصلع الوراثي بتاعي او هزود تساقط الشعر بتاعي؟ اولا الكرياتين هو مكمل لا غنى عنه وبقى معروف دلوقتي، وكل الناس يعتبر اللي بتروح جيم بتاخد كرياتين. الكرياتين واحد مشتقات الاحماض الامينية الاساسية غير البروتينية، بيوجد في جميع الحيوانات وبيتم تصنيعه في الكلى والكبد والبنكرياس من 3 احماض امينيه اللي هم الارجينين، جلايسين، والميثيونين. بعد ما بيتم تصنيعه بيتم نقل الكرياتين للعضلات والهيكل العظمي والقلب والدماغ والانسجه الاخرى، وبيتم استقلاب معظم الكرياتين او بيتحول في الانسجه دي الى حاجه اسمها فوسفوكرياتين. الفوسفوكرياتين هو احد اشكال تخزين الطاقه الرئيسيه في الجسم، ولو انت بتاخد الكرياتين كمكمل فده ممكن يكون ليه دور في تحسين الاداء الرياضي، وخاصه في التمارين الانايروبيك اكسرسايز او التمارين اللاهوائيه. وبرده الكرياتين غير دوره في تحسين الاداء الرياضي فهو ممكن يكون ليه فوائد صحيه للقلب والاعصاب، لان بيتم دراسته على اساس ان هو نيورو بروتكتيف وكارديو بروتكتيف. وبرده في فوائد كتيره للكرياتين بعيدا عن الجيم وكمال الاجسام، وهبقى اسيب لينك المقاله تحت بعنوان بيوند ماسلز اند تاب بوتنشال اوف كرياتين. نيجي دلوقتي للدراسة اللي هي كانت محل الجدل للناس كلها، وهل الكرياتين بيسبب الصلع الوراثي ولا لا؟ والدراسة دي تمت على شباب كانوا بيلعبوا لعبة الرجبي، وكانوا بيقيسوا فيهم مستويات الـ DHT والتستوستيرون بعد أما كانوا بياخدوا الكرياتين. الدراسة دي تمت على 20 شاب، تم تقسيمهم لمجموعتين، مجموعة خدت الكرياتين والمجموعة التانية خدت بلاسيبو، يعني دواء من غير مادة فعالة، وكانوا بياخدوه باسلوب فترة التحميل او اللودنج اللي هو بياخدوا 25 جرام يوميا لمدة 7 ايام، وبعدين بيحافظوا ان هم بياخدوا 5 جرام يوميا لمدة 14 يوم. ولقوا في الدراسة دي ان مستويات التستوستيرون ما ارتفعتش بشكل كبير بين المجموعتين، سواء هنا اللي خدت الكرياتين او اللي خدت البلاسيبو، بس لاحظوا ان هرمون الدي اتش تي ارتفع بصورة ملحوظة جدا، بس على الرغم من ارتفاع نسبة هرمون الدي اتش تي بس هو ظل في المعدل الطبيعي. طب ده حلو، طب ده ممكن يقول لك ان الكرياتين بما انه بيزود الدي اتش تي فهو ممكن يزود رتم الصلع الوراثي للاشخاص المعرضين جينيا للصلع الوراثي. زي ما كل الناس عارفه فالدي اتش تي هو الهرمون الملام لحدوث الصلع الوراثي، هو بيسبب عمليه تصغير البصيله اللي هي اسمها هير فوليكل مينيتشرايزيشن على مدار سنين، وبتلاقي الرتم اللي احنا بنشوفه كلنا للناس اللي بتصلع سواء من المنطقه الاماميه او من ورا. بس في بعض الاسئله لازم الاول تتجاوب قبل ما نعرف نستنتج حاجه زي دي. ان اولا الدراسة دي تمت على شباب صغير وكانوا بيمارسوا الرياضة، ودراسة نظرت الى الدي اتش تي بس على الرغم من زيادة في مستويات الدي اتش تي بس هي ظلت في المعدل الطبيعي، وفي الغالب الزيادة دي مش هتترجم ان هو هتزود معدل الصلع الوراثي. وبرضه تأثير الكرياتين على تساقط الشعر ما تمش دراسته بصورة مفصلة، بس كل اللي نقدر نعمله ان احنا ممكن نعمل تخمين تبعا للأدلة دي. كسيف سايد، يعني لو انت بتعاني من الصلع الوراثي فانت يفضل اساسا انك بتكون بتحاول تواجه المرض ده من البدايه، لان البريفنشن اسهل من العلاج بمليون مره، وبتبتدي تستخدم ادويه زي الفيناسترايد او المينوكسيديل تحت استشاره طبيبك، لان الفيناسترايد بيقلل الدي اتش تي الهرمون الملام لحدوث الصلع الوراثي، وكفيل لوقف تقدم الصلع الوراثي لمعظم الرجاله اللي بتعاني من المرض ده. وعن نفسي انا بستخدم الكرياتين والفيناسترايد بقالي سنتين وما لاحظتش ان الكرياتين كان ليه دور اضافي في تقدم الصلع الوراثي بتاعي. وبس كده، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك وتشير للفيديو، تابعني على الانستجرام، فيسبوك، تيك توك، وزور الموقع الالكتروني لو حابب الشرح الالكترونيه او حابب تقرا المزيد عن الصلع الوراثي.